سابق التليفون من كابتن احمد مجدي نجم ولاعب الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا مها، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، يا رب انت تكون بخير. الحمد لله بخير. عايز اسالك على انطلاقه كابتن اسامه نبيه من مباراه فيوتشر، شايف ايه الفوارق اللي قدر ان هو او البصمات اللي هو قدر ان هو يضعها على الفريق، وممكن كمان نشوف تطور اكتر كمان في مباراه فيوتشر القادمه؟ لا، هو طبعا كابتن أسامة مش غريب عن الفرقة، قدر إن هو يلم الفرقة أكتر بعد النتائج الأخيرة مش كويسة الفترة الأخيرة، وحط اللعيبة في أماكنها، قدر إن هو يجمع الفرقة على حاجة واحدة اللي هي المكسب، أهم حاجة في الفترة دي. المكسب هيساعدك كتير إن أنت تعدي الفترة اللي فاتت بالنتائج اللي مش كويسة، هتقدر تخليكي تصلحي الدنيا بس في ظروف أحسن عكس ما تصلحي الدنيا وانت عندك نتائج سلبية. بالظبط. طيب شايف مباراة فاركو ازاي؟ وشايف كمان يعني كمان شهر فبراير هيبقى شهر صعب جدا، لان انت هتبقى بتلعب دوري ودوري ابطال افريقيا، ففي ضغط كمان مباريات، ولكن نبدأ بمباراة فاركو، شايف المباراة دي ازاي؟ لا طبعا مباراة فاركو لازم تبقى كويسة، بغض النظر عن الأداء لازم الزمالك يقدر يطلع من اللي هو فيه بالنتيجة برضو إيجابية بمكسب، تقدر تساعدك الفترة الجاية على إن أنت تعدي المرحلة اللي جاية في ضغط الماتشات وماتشات أفريقيا، بحيث إن أنت تقدري برضو توصلي للقوام اللي أنت عايزة تكملي بيه الفترة اللي جاية في ظروف أحسن، وهو ظروف المكسب الانتصار أو التعادل هتعطلك كتير الفترة اللي جاية، وخصوصا ان انت مش هيبقى عندك وقت كتير في شهر فبراير لان في ضغط ماتشات من الدوري وافريقيا. ففعلا الموضوع هيبقى صعب ومحتاج تركيز، يعني محتاج فعلا تركيز كبير جدا. طيب دلوقتي في دور طبعا المفروض دلوقتي اللعيبة الكبيرة أو كباتن الفريق تلعبوا دلوقتي مع الفريق، إيه الدور اللي بيقع عليهم دلوقتي ومفروض يعملوه في الوقت الحالي؟ لا طبعا هو يعني ده الدور ده اكيد الناس دي بتعمله في الفتره دي، كان شيكابالا كان عبد الشافي، شيكابالا يرجع بالسلامه الفتره اللي فاتت ما كانش موجود، عبد الشافي اكيد بيقوم بالدور ده، عمر جابر، فتوح لازم يرجع في ان هو يحط نفسه ان هو حد كبير في الفرقه وان طبعا هو ابن من ابناء نادي الزمالك، وسمعنا له فويس نوت كده على مواقع التواصل الاجتماعي بيوصل كلام للجمهور ان انا موجود في النادي، فاحنا عايزينه يبقى موجود ويبقى له راي في الموضوع ويكلم اللعيبه، ابن من ابناء نادي الزمالك، لعيب كبير، لعيب مؤثر في الفرقه، لازم اللعيبه دي كلها تحط مصلحه النادي قدامها وتساعد اللعيبه اللي لسه جايه النادي ان هي تقدم احسن حاجه عندها. دي حقيقة فعلا. كباتن الفريق مهم جدا دورهم الفترة اللي جاية. عايز اروح معاك برضو لجماهير نادي الزمالك اللي هم برضو عليهم دور كبير جدا الفترة اللي جاية. بص انها طبعا جمهور نادي الزمالك مش جديد عليه ان هو يبقى هو رقم واحد في موضوع دعم الفريق، جمهور نادي الزمالك طول العمر دايما هو الداعم رقم واحد، فاكيد هم في الفتره دي عارفين دورهم كويس، عارفين ان هم لازم يدعموا الفريق في الوحش قبل الحلو، فيعني موضوع الجمهور اكيد اكيد هو الحاجة الوحيدة اللي احنا مقتنعين 100% ان هي هتقوم بدورها الفترة اللي جاية. دي حقيقة. كابتن أحمد مجدي أنا بشكرك جدا، بتمنى لك برضو التوفيق الفترة اللي جاية، أتمنى كمان لنادي الزمالك التوفيق الفترة اللي جاية.